أمام أنصاره في اسطنبول، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسليم الداعية التركي المعارض فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات في أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة وبمحاولات سابقة للإضاحة بأردوغان. جولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية كان قد نفى ضلوعا بالانقلاب. قلت لكم إن هؤلاء الناس يسعون لانقلاب عسكري، لكنكم لم تصغوا لذلك. الآن وبعد محاولة الانقلاب أقول الشيء نفسه مرة أخرى. سلمون هذا الشخص المتواجد في بنسلفانيا. إن كنا شركاء استراتيجيين، إن كنا شركاء نموذجيين، فمن فضلكم استجيبوا لطلبنا. أتوجه بندائي هذا للولايات المتحدة الأمريكية. لقد سلمناكم جميع الأشخاص الذين طلبتم منا تسليمهم، والآن حان دوركم لتسليمنا هذا الشخص الموجود على قائمة الإرهاب الخاصة بنا. أنصار الرئيس التركي هتفوا مطالبين بإعادة عقوبة الإعدام في البلاد، وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد ألمحت إلى إمكانية عرض مقترح على البرلمان لتعديل العقوبات المتعلقة بالانقلاب العسكري لتشمل إعادة العمل بأحكام الإعدام.